لكي تقودي بأمان، برنامج مخصوص لك أنت، ولكن طبعاً بالشباب أكيد. سيارتك فيها تفاصيل كثير، جوا السيارة وبرا السيارة، لازم تعرفيها وتتعرفي عليها. السواقة ما هي بس بنزين وفرامل، السواقة فن، ذوق وأخلاق وقوانين، لازم أنت تتبعيها وأنا أتبعها عشان سلامتك وسلامتي وسلامة كل اللي حوالينا في الشارع. أنا ندى مستشارة السيارات، راح أعرفك على كل القطعة في السيارة، إيش مهمتها، كيف تصلحيها، وإيش تسوي إذا صارت فيها مشكلة. حلقتنا اليوم عن فلتر الهواء، إيش فائدته؟ إيش المؤشرات اللي تقول لنا إنه يحتاج تنظيف أو تغيير؟ فلتر الهواء هو المسؤول عن كمية ونظافة الهواء اللي بيدخل للماكينة واللي بيساعد في عملية الاحتراق حقت البنزين. هواء بنزين داخل الماكينة وطبعاً لازم يكون بنسبة معينة حسب كمبيوتر السيارة عشان تكون السيارة بتشتغل بطريقة سليمة. مهم لأنه بيفلتر الأتربة والأوساخ من إنها تدخل داخل الماكينة، وطبعاً عليه حساس اسمه حساس الهواء أو Air Mass Sensor أو MAF. أعراض خرابه أو إنه يحتاج صيانة تفتفى زي ما تكلمنا الحلقة اللي فاتت. أحياناً نحس إنه السيارة ثقيلة في الدعسة أو استجابتها بطيئة، طبعاً له دور في استهلاك البنزين، فدايماً نحط في بالنا الحاجات الجاية. أول شيء ملاحظة زيادة في استهلاك الوقود، هنا لازم نفحص فلتر الهواء ونتأكد من حالته. الشيء الثاني، أحياناً السيارة ما تشتغل على طول خصوصاً في الصباح بسبب ضعف في خليط الهواء داخل المحرك، وبالتالي عملية الاشتعال تكون غير مكتملة بسبب خليط البنزين والهواء اللي غير مضبوط. ثالثاً صوت تفتفة في محرك السيارة. رابع شيء انخفاض طاقة قدرة المحرك، زي ما قلت لكم تحس السيارة ثقيلة واستجابتها ضعيفة، زي ما تكلمنا قبل كده في الحلقة السابقة إنه يكون مسدود أو يمنع الهواء إنه يدخل الماكينة بسلاسة. جينا الخامس شيء، إذا في ريحة بنزين قوية لما تشتغل السيارة برضو بسبب خليط الهواء مع البنزين حيكون في شيء غير مكتمل، وأحياناً كمان نشم ريحة بنزين مش كمان السيارة. ليش السيارات المعدلة دائماً بيتغير لها الانتيك؟ وش بيتغير معه؟ وبرضو ليش بنلاقي في السيارات المعدلة عدادات زيادة اسمها AFR؟ نتكلم هذا كله في الحلقة الجاية. بلاحظ في سيارات بتخرج من الطريق الفرعي اللي هو من الحارة أو من الحي، وقدامه بيكون في خط رئيسي، لا بيحطوا إشارة ولا بيطالعوا يمين ويسار ولا بيتأكد إن الخط الرئيسي اللي ماشي قدامه فاضي. طبعاً لازم نعطي أولوية للسيارات اللي ماشي في الخط الرئيسي، وطبعاً بعد ما نخرج لازم نكون في نفس سرعة الخط عشان لا يصير حادث لا سمح الله.